انا ساعات كتير بحس ان احنا محتاجين يبقى في عندنا السرديه بتاعتنا للتاريخ المصري او تاريخ المنطقه حتى بشكل عام، بسرديتنا احنا مش بسرديه الاوروبيين ولا الامريكان، ونقدمها للطفل غير افلام الكبار. متفق مع حضرتك تماما. هو الطفل هيطلع على هذه السرديه لما يلاقي الكبير عنده سرديه اصلا. عشان حضرتك هذه السرديه اللي احنا محتاجينها يحتاجها الكبير والصغير. ليه؟ لان روايه تاريخ مصر والمنطقه انفردت به اطراف رقم واحد غير مصريه، رقم اثنين موجهه. طبعا. يعني المحطات المفصليه في القرن اللي فات كرست وانفقت عليها اموال طائله وباهظه على مدار عقدين تقريبا لروايه تاريخ المنطقه وتاريخ الاقليم وتاريخ مصر من وجهه نظر جماعات مختلفه. صح. او تيارات او دول مختلفه. صح. انفق انفاق سخي وبالغ. النهارده وانا بتكلم على دول او على قنوات لم تكن على وفاق مع مصر ده جانب، او بتكلم على نتفليكس اللي المحتوى بتاعه بدرجه كبيره في 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 تدقيق وفي لمحه اسرائيليه وفي روايه لتاريخ الاقليم او الاحداث الاقليم وتفكير من منظور اسرائيلي. فانت بقيت مصر هي اللي ما كانش عندها فرصه او ما فيش مساحه ان هي تقول سرديتها ومرويتها عن ذاتها او عن الاخرين. يا سيدي قول اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله، وانا هقول. الحكم والفيصل ما بيننا هو المنهجيه والعينيه السليمه. واللي بيتفرج مش اهبل، مش ساذج. بيميز ان العمل ده فيه اتفاق للمصادر، فيه اتفاق لاراء مختلفه واقياس مختلفه من المساله الواحده، فيه رجوع لمراجع، فيه وثائق بتخرج للمره الاولى. اللي بيتفرج بيميز الجديه. والقيمه تفرض ذاتها. انا مش هقدر انسيك، بس اقدر اثبت نفسي. فده جزء احنا اجتهدنا فيه واشتغلنا عليه، لذلك هتبص تلاقي مثلا ان التايم لاين او الخط الزمني لمثلا حرب اكتوبر وسلسله الافلام الضخمه المهوله اللي بندفقها او المحتوى الوثائقي الضخم اللي بندفقه على مدار شهر اكتوبر. ايوه. هتلاقيني بعرض افلام عن اكتوبر وفيلم من جزئين ضخم عن حرب الاستنزاف وفيلم من جزئين ضخم عن العدوان الثلاثي وحرب اليمن و و و و و هتلاقيني تقريبا مرمم او مستوفي المحطات الرئيسه في الخط الزمني للعسكريه المصريه الحديثه. حلو. في القرن اللي فات. فاللي هيتفرج هيلاقي مرويه متماسكه ويفهم ايه ادى لايه، ايه ادى لايه، ايه ادى لايه، وفي اي ملابسات واي ظروف. هتلاقي عندي من اول 19 في مئويه ثوره 19 لما عملنا فيلم 1919 لحد اللحظه اللي احنا فيها. دي كلها محطات انا بحاول استوفيها بافلام زي فيلم عن الاستاذ هيكل. ما هو فيلم عن الاستاذ هيكل ثلاث اجزاء، ولا يتحدث عن محمد حسين هيكل فقط، هو يتحدث عن مصر كلها. طبعا. انت بتتكلم عن مصر من الحرب العالميه الثانيه. صحيح. لحد 2016. ده تاريخ اجتماعي وسياسي. الاستاذ مع هذه المحطات وافلام الشخصيات هي نمط مفضل عندنا، لان الشخصيه هي مدخل حكائي او مدخل روائي تقدر تحكي على بصفها 30 40 حدوته. ثوره يعني فيلم زي الاستاذ هيكل هتتكلم فيه عن الحرب العالميه الثانيه، اخر ايام الملكيه في مصر، فتره حكم الرئيس عبد الناصر وثوره يوليو، الرئيس السادات والمتغيرات، حرب اكتوبر، اتفاقيه السلام، الرئيس مبارك، سنوات الركود، سنوات البلوغ. بتحكي عن عقود كامله من منظور شخصيه زي ما عملنا في يوسف ادريس. طبعا. زي ما عملنا، هتبص تلاقي الافلام دي بتتقاطع مع حاله مصر وبتحكي حاله مصر من زوايا مختلفه ومن مناظير مختلفه وعلى ارضيات مختلفه. فالغرض لو كان لي انا اصيغ واقول الغرض الفلسفي الاخير من كل ده هو تصدير او خلق او تجميع مرويه مصريه حقيقيه متزنه بيتعاقد على اخراج على الهواء تتعاقد ايرادات اطراف مصريه كلها، الضيف المصري، الخبير المصري، استاذ الجامعه المصري، المؤرخ المصري، الكاتب، الفيلسوف، الصحفي، كل دي ناس هي ضيوف وهي اللي بتروي وهي بتحكي وفق خط ضابط له مرجعيه علميه اكيده واصيله ومحترمه ومعمول بطريقه فنيه وحرفيه عاليه او تتوق ان يسكن على اعلى معيار ومستوى وصلها المصريين وتعبر عن اجمالي ضمير الامه المصريه. اجمالي ما تعتقده مصر عن نفسها. ما بتكلمش عن بقى تيار مرتبط بدوله، تيار مرتبط بقناه. بتكلم على الضمير الجمعي المصري. او حتى الايديولوجي المصري منغلق على نفسه. يعني حضرتك فيلم هتلاقي اليمين واليسار. هتلاقي اللي قناعته كده واللي قناعته كده، اللي رايح يمين واللي رايح شمال. بس في الاخر احنا بنحوم حوالين الهامش العريض والمتن العريض لصلب ما لا ينكر من المرويه المصريه.
اذا شدوا حيلكم، واحنا الحقيقه معجبين جدا بهذا الحجم الوثائقي اللي بيقوم بيه قطاع الانتاج الوثائقي. حقيقي اشكرك يا احمد، الف الف شكر ليك اولا على هذا الجهد المبذول منكم كفريق عمل وكقطاع وكشركه متحده، واشكرك كمان على يعني هذا الشرح الحقيقه المستفيض لما يقوم به القطاع، زميل العزيز احمد الدريني رئيس قطاع الانتاج الوثائقي بالشركه المتحده.